السلام عليكم أصدقائي، معكم سيمو علي مغنات سيمو فتنس. اليوم موضوعنا عن عضلة الصدر. تعتبر عضلة الصدر من أكثر العضلات المهمة للاعبي كمال أجسام، تعطيك مظهر جذاب، تطلع معك بسهولة، ولكن بدها تعب، بدها بذل جهد. في كثير تمارين للصدر، أنا اخترت لك من أهم تمارين الصدر. أول تمرين الضغط المستوي بالبار، التمرين الثاني الضغط المائل بالبار للأعلى، التمرين الثالث الضغط المائل بالبار للأسفل. في كثير تمارين، بالفيديوهات الجاية راح أخلي لك تمارين ثانية. قبل ما تبدأ التمرين مثل ما نعرف لازم تحمي جسمك، تسخن عضلاتك. كيف بتسخنهم؟ راح أخلي لك رابط الفيديو بالوصف من جوا، شوفه أعطيني رأيك. لوز جيتس. عندنا أول تمرين، تمرين الصدر على المقعد المستوي باللغة الإنجليزية بنش بريس. هذا التمرين يستهدف المنطقة الوسطى من الصدر، يعني أكثر تمرين يستخدمه لاعبي كمال أجسام، يعني هو التمرين المعروف. يعني إذا بدك اسأل أي لاعب كمال أجسام يستخدم التمرين، لأنه هو يستهدف المنطقة الوسطى، بيكبر لك الصدر، خلي يعني عندك صدر له أكثر جمال أكثر مظهر. تتمرن ثلاث جولات، كل جولة تكررها 15 مرة، أو يعني بين 15 والعشرة، يعني ما يكون لا أكثر ولا أقل، إنه حسب لاعبين كمال أجسام يقول لك فوق 15 بيصير عندك إنه مو كويس العضلات. فالكثير ينصح، مو أنا لوحدي فيها، الكثير ينصح ما بين 10 وال 15. أشوفكم بالتمرين شلون تكون بتتمرن بالطريقة الصحيحة، وشلون انت تثبت جسمك، لانه في ناس تتمرن على مثل ما بدها. فصح هو كل واحد يتمرن مثل ما بده هو، بس في شغلات لازم تكون تتمرنها انت، تكون يعني هي شغلات الصحيحة مشان جسمك يظل ثابت، تستبعد الاصابة عنك، يعني تحاول بقدر الامكان انه ما تنصاب ابدا. اول شيء نبدأ عندك رجلين، شغلة اكثر اهمية بتبني الصدر. في عندك ناس تحطها فوق المقعد، عندك ناس تحطها هيك، عندك ناس تخليه، لا، التمرين الصحيح انه رجلين يكون فيهم ثبات، يظل عندك ثبات بجسمك، رجلينك ثابتين لا يتحركوا بالتمرين. خلصنا من هاي الرجلين، تعال نشوف الحركة الثانية اللي مهمة. اول شيء جسمك يكون منحني، هذا الانحناء، رجلينك طبعا ثابتات، جسمك يكون منحني هذا الانحناء، مشان لما ترفع ما يرتفع معك الاكتاف، فالإصابة عندك تكون أكثر، يعني تعرض للإصابة، يعني محتمل الإصابة عندك يكون أكثر. لما ترفع جسمك تحنيه هيك، بيكون إنه أنت تستخدم منطقة وسط الشوف مثل هاي الحركة. هاي يكون خلصنا الخطوة الثانية، نجي للخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة اللي هي أول شيء نظر يكون تحت السيخ، مو لا لقدام ولا لورا، تحت السيخ. فحنيت، ثبت الرجلين، عندك هاي الحركة مثل ما قلنا، زاوية منحرفة بهاي الشكل. نجي على، في عندك ناس بتسوي عريض، ناس بتسوي خفيف. إذا سويت خفيف تدرب ترايز، إذا سويتها عريضة زيادة فراح أكتافك، راح يدرب أكتافك، فالصدر عندك يكون تدريبه بشكل خفيف، وليس يعني انه انت انه بتستهدف صدرك. لذلك على مستوى اكتافك، هذا مستوى الاكتاف عندك، خطوه لورا، هاي هي. لاي شخص على مستوى الاكتاف يبعد ايد لورا، يطلعها بكل هدوء، ما قلنا ينزلها، ما يخلي هيك ويرفع او هيك على السريع، لا، ينزلها بشكل خفيف على الصدر، تحت الصدر بحركة خفيفة، ويرفعها بالهداولة فوق. وأكثر شغلة ما ننساها، لما تنزل تصاب هواء، ترفع you
عندنا هذا التمرين الضغط المائل للأسفل بالبار. هذا التمرين الثاني للصدر اللي يعتبر من أهم تمارين الصدر للاعبي كمال الأجسام. عندنا هذا التمرين 3 جولات ما بين 10 و12 تكرار تكررهن، إذا تقدر أكثر فعمل معين التمرين الأول للـ15، أكثر من 15 ما تسوي. فأنا أقول لك أنه أنت بعد 12 ما راح تقدر، لأنه هذا صاير مثل تمرين الصدر بس سلبي للأسفل، يستهدف المنطقة السفلى من الصدر مع عضلة الصدر. شلون تثبت جسمك؟ نفس التمرين الأول، مثل ما قلنا نفس التمرين الأول، ظهر منحني بدل ما رجليك ثبات بالأرض عندك هنا، ثبتهم الرجلين، عيونك ما يقدر يكون تحت السيخ لأنه أنت صاير أسفل، السيخ يكون وراك، إذا في حدا بيساعدك بتطلع السيخ، إذا كان الوزن ثقيل بيكون أحسن مشان تتجنب الإصابة. شوف أول شيء ثبات الرجلين، ها رجلين ثبتوا، ظهرك منحني مستوى اليدين مثل ما قلنا، على مستوى أكتافك ترجع شوي، ها عن هذا التمرين الثالث اللي للصدر. شو يستهدف هذا التمرين؟ المنطقة العلوية من الصدر، اسمه الضغط المائل للأعلى بالبار. هذا التمرين 3 مرات ما بين 12 و15، يشابه التمرين الأول والثاني للصدر، بس للأعلى يستهدف المنطقة العلوية من الصدر. هذا التمرين أول شيء، هذا التمرين مثل ما قلنا أول شيء تمرين الصدر تبعت رجلين، ظهر منحني، عيونك حركة قائمة. أول شيء نجيب رجلين نفس التمرين، رجلين عندك يكون نفس التمرين الأول، ثابتات بالأرض، مو ترفعنا وتحركت، ثابتات بالأرض. فأنت ثبت الرجلين عندك، فالحركة نفس الشيء، ها هي هاي ما راح تكون تحت الصدر، لا راح تكون فوق الصدر، هاي الرفع، ها هاي الطريق. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة، لايك للفيديو، فعل الجرس يصلك كل جديد، خلي أصحابك يستفيدوا من الفيديو، شاركوا مع أصحابك، وإذا عندك أي استفسار خليها بالتعليقات وراح أجاوبك عليه بأقرب وقت إن شاء الله. أشوفكم بخير، مع السلامة.